لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع أغلالهما ونطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم. حينئذ يكلمهم بغضبي وبرجزي يرجفهم: أنا أقمته ملكا على صيام جبل قدسه لأكرز بأمر الرب. الرب قال لي: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك سني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض. لتراهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم. فالآن أيها الملوك افهموا وتأدبوا يا جميع قضاة الأرض. اعبدوا الرب بخشية وهللوا له برعدة. الزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق عندما يتقد غضبي بسرعة. طوبى لجميع المتكلين عليه. هللويا.